نزحت انا وعيلتي، انا وامي واخوتي الصغار ووالدي لسه في الشمال. حبينا نحتفل في العيد زينا زي اي حدا، زي الناس، رغم الدمار ورغم الاسى ورغم الجرح ورغم كل اشي بيصير فينا. اليوم حبينا نحتفل، نعمل حاجة بسيطة للصغار، نعمل شوية كعك، حاجة معمول للصغار نفرح فيهم اطفالنا. والله كل واجهنا صعوبات كثيرة حتى نجهز هذا الشغل، نشتغل نعمل للاطفال كعك. جرة الغاز بعبودنا اياها سوق سودا، اليوم عبيناها ب 250 شيكل. فرن شريناه، رحنا شريناه ب 250 شيكل. دبرنا حالنا من هان ومن هان، وربنا ان شاء الله يكرمنا ويفرجها علينا يا رب. من الشمال الي نازح من 11/11، جينا على خان يونس، واجواء العيد زي ما انتم عارفين، نعمل كعك فرح للولاد الصغار. هامة في البيت نعمل اكثر من هيك، بس العيد ظل ناقص لون المأساة والحرب والدمار والخراب اللي فيها. واحنا حبينا نعمل شيء بسيط ان نعمل اجواء العيد، انا بحسها ناقصه كثير من كل حاجه، يعني ملابس، اكل، شرب، كل حاجه ناقصه هنا. ان شاء الله الله بفك علينا هيك ونخلص من هالحرب ونقدر على بيوتنا، يعني مدمره مدمره، نقعد في خيام، نقعد في شيء، بس الواحد دايما بيته قاعد.